نبوية هجرت ويجب إحياؤها، كما روي عن ابن عباس أنه قال أن الجهر بالذكر بعد الصلوات كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أعلم أو أعرف انقضاء الصلاة برفعهم الصوت بالذكر. قال ابن عثيمين ويجب إحياء هذه السنة لأنها سنة النبي. هؤلاء الذين يعترضوا على الذكر من الله سبحانه وتعالى لما يسمعون المسجدون المفارقين يجلون، قال هذا حينئذ ابتدعوا بدعة وأرادوا إثباتها بهواهم. فحينئذ المنهي عنه كما قلنا هو هذا يذكر منا وهذا يذكر منا ويرفع صوت على بعض، هذا لا يجوز. أما لأن يشتركوا في ذكر واحد بصوت واحد أو قراءة حزب بصوت واحد هذا جائز، وهو الذي جرى به العمل في جميع الأديان العربية، وهذا الذي ثبت به القرآن في قلوب الناس وأذهان الناس. هذا تبين السلفة والأحزاب، كثير من الناس ما يكتب ولكن يحفظ القرآن بالتلقي. هذا يجي يحضر الحزب بتاع المغرب ويحضر الحزب بتاع الصبح، أحفظ القرآن. فحينئذ هذه وسيلة، لماذا؟ وسيلة للخير، وكل وسيلة للخير ينظر إليها، إما أن تكون واجبة كما قلنا إذا خشينا ضياع القرآن فيكون الجوع له حينئذ واجب، وإذا لم نخشى ذلك يكون من باب طلب العلم الغير واجب في دم الإنسان حينئذ تسير عليه. فحينئذ يستفاد من هذا من قراءة الجماعة، إذا خفنا باش نحيي القرآن هذا يتسابق شعفه ولاد ولا غيره، وجب علينا قراءة الحزب واستدعائه منه والحضور له حتى يصفي أذانه. باش يستمر القرآن. احنا تركنا مشايخنا شيخنا محمد بن رحمه الله تعالى الحزب الراتب والخمسة، إذ لو لم يكن فيه أثر أو لو لم يكن بفعل خير هذا السادات الذين شهد له العالم بالخير ما يداومش عليها. يجيب واحد يقول انا نشت في الموضوع انا الامام مالك كارهها، هذا الامام مالك اكره مالك، ما تعرفش كره الامام مالك، اكره الامام مالك. الصحابه ما كانوش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يحفظوا القران، ما يجمعش القران في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعض، ومتفرقين واحد في بلاد واحد في بلاد، في المدينة بيصحف شي في العالي وشي في العوالي وشي في السحر وشي، ما كانوش يجمعوا باش يقراوا، كان كلهم يشتغل باش يحفظ، كان ينفر لكل واحد ينفر باش يحفظ. لو كان في زمانهم كانوا حفظ القرآن جماعة وبدلوها، لذلك أحدثت بعده، وهذا الإحداث حينئذ كان سنة. لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس على قارن واحد قال لي من بدعة ونعمة بدعة. لماذا؟ لما فيها حينئذ من جميع قلوب الناس واستماع القرآن على قارئ واحد، أحسن من اللي يمشي واحد ما يحفظ القرآن ويقعد يصلي نافلة وحده وهذا يصلي بشوي، لا، يسمع القرآن كله حينئذ في رمضان كله على قارئ واحد، يكون كل الناس تبنى سمع القرآن والقارئ والمستمع له أجرون تلك القارئ، فهذه حينئذ سنة، هذه حميدة ندب إلى سيدنا عمر رضي الله عنه. وهكذا كل فعل خير فإنه ينظر إليه إما أن يكون واجبا وإما أن يكون حينئذ طلبة العلم ليمكثوا فيها، ما كانش في المدارس باش يجمعوا طلبة العلم ومحتويات الزاوية من الزوايا يقرأوا القرآن فيها ويقرأوا العلم ويتدرسوا، لم يكن، ولكنها لما كان فيها مصلحة وهو جمع الناس ليتعلموا حينئذ دينهم كان واجب اتخاذها، كان واجب اتخاذها. وهكذا حينئذ كل ما كان سبب الخير إما أن يكون واجبا، لذلك قالوا تعلم النحو لئلا يلحن في الحديث ولئلا يلحن في القرآن يكون واجب، تجويد القرآن حتى لا يفسده حينئذ واجب. صاحب المنظومة
والأخذ بالتجويد أمانة، حتكون لازمه بالذي